السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس اللي كيستعملوا معجون الأسنان يردوا البال مع هذه العلامة. هنا كتكون عندنا إما الأزرق أو الأخضر أو الأسود. مثلا هنا عندنا إشارة أو علامة فيها لون أزرق، هذا يعني أن هذا معجون الأسنان طبي، طبي يعني جيد، إذا نشريه. نعم، هناك معجون الأسنان تكون فيه علامة خضراء، فهذه يعني أنه معجون أسنان طبيعي، طبيعي جيد نشتريه. هنا عندنا في هذا لون أزرق طبي، لون أزرق طبي. الأخضر طبيعي، وهناك علامة سوداء، أحيانا علامة سوداء، هذا يعني أنه معجون أسنان كيميائي، نبتعد عنه. علامة سوداء يعني أنه معجون أسنان كيميائي، نبتعد عنه. وربما هذه المعلومة يجهلها الكثيرون، فكان لابد من التنبيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.